انا قاعد اتكلم على الفاميلي. الموضوع ممكن يبان ان هو بيسك او حاجه يعني بسيطه لناس، بس كالعاده انا في الفيديوز بتاعتي بشمل كل المستويات. الفيديو ده مهم جدا لو انت هتقدم في امتحان زي IELTS او TOEFL، لان الفاميلي كونفرسيشن سؤال مهم جدا وبيحصل في كل حاجه لو عندك برضه مقابله شخصيه. طيب قبل ما نبتدي كده مع بعض لازم نعرف ان الفاميلي دي ليها انواع، اوكي؟ في حاجه اسمها immediate family، وفي حاجه اسمها nuclear family، وفي حاجه اسمها extended family. immediate family بتتكون من اخواتك your brothers and your sisters، لو في your father and your mother، ما تقولوش mother ها، your father father and your mother. clear family خلينا نقول انت متجوز كمان، يعني انت عندك immediate family وعندك nuclear family. nuclear family يعني your wife مراتك and your children. يبقى ده الفرق الاساسي ما بين immediate family اللي هي اخواتك وباباك ومامتك، ونuclear family لو انت واحد متجوز and you have a spouse، وspouse يعني زوجة او زوج، husband or wife family. الextended family دي بقى بتشمل your uncles and your aunts، بتشمل كمان your grandfather okay and your grandmother. خد بالك انك ممكن تقول grandpa و grandmother تقول عليها grandma. okay. My mother is a teacher and my father is an architect. I've got two brothers and one sister, so that's all the immediate family. My mother is a teacher and my father is an architect. I've got two brothers and one sister, so that's all the immediate family. How big is your family? أبسط إجابة للسؤال ده أول حاجة ما تقولش I have father and I have mother. كلنا عندنا بابا وماما عادي، وما إحنا جينا الدنيا إزاي. I have مثلا five members including me. عد نفسك، okay? I have five members including me. ابتدي بقى اتكلم على I have two brothers and three sisters. ابتدي كمان اتكلم على ترتيبك. لو انت اصغر واحد هتقول I am the youngest. okay. لو انت اكبر واحد هتقول I am the eldest او I am the oldest. طب لو انت عاوز تبقى لو انت تاني اصغر واحد هتقول I am the second youngest. لو انت تاني اكبر واحد هتقول I am the second eldest. لو انت في النص هتقول I am in the middle. uncle يعني عم وخال، وaunt في الامريكان انجلش بنقول aunt ها، يعني خالة وعم. ازاي نفرق ما بينهم؟ الموضوع بسيط جدا. انت بتجيب بعدهم حاجة اسمها from my mother's side يعني من ناحية امي، او from my father's side يعني من ناحية ابويا. يعني انت لو عاوز تقول خالي هتقول my uncle from my mother's side. لو عاوز تقول عمي هتقول my uncle from my father's side. لو عاوز تقول خالتي هتقول my aunt from my mother's side. لو عاوز تقول عمتي هتقول my aunt from my father's side. بعد بقى شوية كلمات تانية مرتبطة بالعيلة. ايه حما اسمه بالانجلش father in law، وما تقولوش لو ولا لاو، father in law. mother in law الحما اللي هي الست، يبقى we have father in law and we have mother in law. عندنا كمان في brother in law وعندنا sister in law. brother in law ده هو عديلي او نسيبي او ما اعرفش، ما عندنا مش عارف الفرق ما بينهم بالعربي، او sister in law اللي هي عديلتي او 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 سلفتي، او اللي واخده اخت 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 بنت عمتي، ايا كان. step father و step mother. step father دوت اللي هو زوج الام، وستيب مادر اللي هي مرات الاب. يعني لو باباك اتجوز على مامتك مثلا، او مامتك توفاها الله ولا حاجه، اللي بيبقى جاي مع الستيب فادر يعني الاخ اللي هو جاي مع الستيب فادر دوت او الستيب مادر بنقول عليه ايه؟ بنقول لو هو اخ بنقول عليه ستيب برادر. يعني هو مش اخوك خالص، ما فيش اي علاقه ما بينك وما بينه، هو بس ابن زوج مامتك. اوكي ستيب برادر. ولو هي بنت تبقى ستيب سيستر، يبقى ستيب فادر بيطلع منه ستيب برادر وستيب سيستر. افرض جوز مامتك لما اتجوزوا خلفوا، اللي يجي ده بقى اسمه ايه؟ نسميه برضه ستيب برادر؟ لا، بنسميه هاف برادر عشان نص اخوك، ولو جابوا بنت بنسميها هاف سيستر. يبقى لازم نفهم الفرق ما بين ستيب برادر وهاف برادر. I am the only child، كمان وحيد. كمان عندنا في حاجه ثانيه اسمها سنجل ماذر. مش لو جت واحده اجنبيه وقالت لك انا سنجل مادر ما تطلعش موبايلك وتقول لها هاتي رقمك وكده. اه سنجل مادر مش يعني واحده مسنجله وعاوزه ترتبط، لا، سنجل مادر يعني جوزها سابها وهي عندها اولاد، انها قدرت انها تربي ولادها بنفسها بس من غير مساعده راجل او مساعده اب. ارمل، ارمله في الانجليش يعني ويدو،
لكن أرمل أوكي صفة من الصفات اللي بتتغير بتبقى widower. widower كالعادة قبل ما امشي شوية idioms كده للمستويات الـ upper intermediate والمستويات المتقدمة عشان ما يزعلوش مننا. mama's boy يعني دلوعة مامته. the black sheep in the family. black sheep يعني شاذ عن العيلة، يعني مثلا العيلة كلها دكاترة وهو حرامي، أو مثلا العيلة كلها أذكياء جدا ومعاهم دكتوراه مثلا وهو الوحيد اللي مخلص إعدادية. This is the meaning of the black sheep in the family. He's a family man. Family man يعني راجل بيتوتي كده وبيحب البيت والعشرة وعشري قوي، والراجل العشري في البيت رزق برضه يا جماعة. دوت family man. In the family way يعني حامل pregnant. فمثلا أقول لك Christine is in the family way. If you like the video, please share and like. That's all. Thank you. Bye.